سلام حبيباتي، ان شاء الله نلقاكم كامل بخير. اليوم رانا في دار الزين والهمه والضياف واللمه. حبيباتي رانا اليوم عند ام شمس الدين للمره الثانيه. ام شمس الدين هي الخاله الحنون. نقول لك تغب الام تكون الخاله. نقول لك يا خاله راكي كفيتي وكفيتي، وان شاء الله خيرك يكون في الفردوس الاعلى. حبيباتي اليوم رانا عندها دارت لنا باقه من الوصفات الحلويات، راح تكون سلسله ان شاء الله تعجبكم. حبيباتي هيا رانا خارجين لوسط الدار ولا لاكو تاع ام شمس الدين اللي يعطينا راحة نفسية بهذاك الاختيار وهذاك الهواء النظيف اللي عندها. هنا في وسط الدار تاعها حطت لنا سنيوات تاع العرايس كيما راكم تشوفوا، ويتقول لكم نهديها قاهيتك هاد الكاطوات ان شاء الله للبنات اللي مازالوا. ان شاء الله ربي يسهل على كل وحدة وينول كل وحدة اللي في قلبها. هنا هاد لي بلاطو تاع الكاطو هي دارتهم للعروسة اللي راح تديهم هدية معاها لبيت الزوج تاعها. كيما راكم تشوفوا دارت لهم المقروط، دارت لهم هذا التراك اللي فيه الابيض والاخضر وخاص غير الاحمر يولي عالم الجزائر. هي دارت هنا البقلاوة اللي دارتها بلونين، هي راهي بالكاوكاو بصح المذاق تاعها رائع رائع، تحسي راكي تاكلي في الجوز واللوز. بدلت لها لون كاع تاعها، الطريقة اللي دارتها بها جد رائعة. تبعوا معنا الفيديوهات الجايين راح تشوفوا بقلاوة العروس 2020 بطريقة جديدة. كيما كنت تشوفوا حبيباتي هي قطعتها اليوم هنا مربعة، وعندها البقلاوة مثلث، البقلاوة دارتها بالطول مستطيلة. أنواع كثيرة تاع البقلاوة، هي احترافية في الحلويات، هي حرة من الحراير تاعنا تاع الجزائر اللي حنا نتعلمو من عندها. ونقول لها يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا حبيبة قلبي. هنا كفكرة خلقنا هذاك الفوال اللي من فوق اللي يعطي نظرة شابة اللي في العروس تديه معاها يزيد لها الزين وبها. هنا درت لها لي سيكار بالشوكولا محشيين داخل الحشو تاعها، راح تشوفوه في الفيديو ان شاء الله الجاي والطريقة بالتفصيل. هنا غلقنا هذاك التول دارتو ولا الهليلات، دارت نص مسكر ونص دارتو بالفو بيستاج هو الكاوكاو اللي كانت صبغتو في الدار ورحاتو، وكاين يتباع في محلات لوازم من الحلويات. هكذا حبيباتي كيما تشوفو، ونشكركم حبيباتي على التعاليق تاعكم الشابين، ونقولكم بيكم اللي راهم يزيدوا المشتركات. ان شاء الله تكبر العائله تاعنا وتزيد ونوصلوا ان شاء الله للالف، نوصلوا للالف ونوصلوا للمليون ان شاء الله بكم انتم حبيبتي. مقرط العروسه المعسل الديكورات وكل كيما تشوفوا فيه حوليك الله. شوفوا شحال الشباب، شوفوا لاكولاغ نتاعو كيفاش جايه في الدوغي، اللون الذهبي هذا هو اللون تاع المقروط الشباب، يعني طريقه تاع المقروط على اصولها. تبعوا معنا الفيديوهات اللي راح تلقاو فيه كاع الوصفات تاع هاد الباقه تاع الحلويات. ها
حبيبتي هنايا كيما تعرفوا الكرم تاع ام شمس الدين لازم نصب قهوه عندها، هاي تقول لكم جوزوا عندي وزيدوا جوزوا ورواحوا تسد قهوه يا مشتركات تاعنا الحبيبات. هنايا راح نفتح لكم البقلاوه اللي راح تشوفوها على عينكم، شوفوا هذيك الطراوه وهذيك العسل كيفاش جات معسله الداخل وخشينه وباهيه، الله الله عليها كيما راكم تشوفوا. هذه البقلاوه، وهنايا دارت لنا المقروط ودارت لنا الشراب ودارت لنا نسيكا باش نسقاو بهم. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا راح نفتح لكم حبه تاع المقروط، شوفوا هذاك المقروط لداخل المعسل يتفتت وحده، انا فتته لكم باش تشوفوا القوام تاعو كيفاش راهو. الشراك بالعجينه السحريه، شوفوا حبيباتي انا فتته لكم باش تشوفوا كيفاش جا، روعه روعه روعه، يعطيك الصحه يا ام شمس الدين. هنا مازالوا لنا لي سيكار دوك تشوفوا معنا هكذا كيما راكم تشوفوا. هادي هي تليق مع الجو، تليق مع حاجه بارده وتليق مع لاتاي، هاي الكلام لي سيكار والشوكولا اللي درناهم كيما راكم تشوفوا، روعه حبيبتي. وانا نقول لك من هذا الفيديو ما شاء الله والله اكبر عليك يا الحره الجزليه، وما شاء الله والله اكبر عليك يا قدوه العائله، وما شاء الله والله اكبر عليك يا ام يا حنون.